أغلب الأيام أحرص على اصطحاب أطفالي كزدورة لساعة من الزمن في نفس الحي الذي أسكنه. قبل أيام بينما كنا نقف أمام المنزل نستعد للخروج، توقفت سيارة تاكسي بالقرب منا، وقطع رجل خمسيني الشارع باتجاه الصيدلية التي مقابل بيتي. لم تمضي بضع ثوان حتى لمحت السيارة تمشي ببطء وهي فارغة. صدمت جدا، لم أعرف ماذا أفعل. كل الحلول التي فكرت بها شلت دماغي عن الحركة. أبعدت أطفالي، صرخت بأعلى صوتي على صاحبها يسمع. لا أعرف من أين خرج سبعة شباب من سيارتين تقفان إلى جانب الرصيف. في تلك الأثناء كان الرجل صاحب التاكسي قد خرج من الصيدلية وبدأ يركض باتجاه سيارته ليوقفها، وهو يرفع يديه إلى السماء صارخا برضا أمي يا رب. بعد عناء شديد استطاع الشباب أن يوقفوا السيارة بمساعدة الرجل الذي رفع الهاند بريك لتتوقف تماما بإرادة الله، ولم يكن يفصلها سوى بضعة سنتيمترات لتكون الكارثة باصطدامها بالسيارات. بدأ الرجل يمسح دموعه ثم سجد لله على الأرض، والجميع يهنئه بالسلامة له وللسيارة، وهو يبكي ويقول: والله لا أملك من حيلتي سوى 20 دينارا، أردت أن أشتري بها دواء لأمي، ودعتها وهي ترضى عني، يا الله أنت أعلم بحالي. كنت أقف على بعد مترين منهم، لم تسعفني دموعي. أثر بي هذا الموقف جدا. كل شيء قد يكون عابرا في هذا الحادث إلا مناجاته لله برضا أمه، وكأنه يقول لله: إن كنت لن تقبل رجائي فلأجل أمي يا كريم. استحضرت حينها حادثة الصخرة. لا تدري نفس متى تحتاج الرضا، مسكين من فاته رضا والديه وكان عاق.